كل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان، لان الفراغ بيعمل كتير، ولان المشاهدات وضعف المشاهدات والسعي للترند بيعمل كتير، فقرر هزاز الرؤوس على قناه نادي الزمالك ان هم يتناولوا سيد عبد الحفيظ ويجيبوا له فيديوهات من 4 5 سنين او من 6 سنين ويتكلموا فيها في الوقت الحالي. يا عم ده الفيديوهات دي قديمة، انت بتتكلم فيها ازاي؟ لا احنا قاصدين ان احنا نجيبها ونتكلم فيها ونتطاول على سيد عبد الحفيظ ونقول عليه ان هو متربي مع الحمير، ومش كده وبس، لا كمان نتناول موضوع نادي القرن وان اللقب اتسرق من نادي الزمالك والتسعة اكتر من السبعة والسبعة اكتر من التسعة والهبد والاسطوانة المشروخة اياها. الفيديو ده في كشف حقائق للناس المغفلين اللي بتضحك عليهم من هزازي الرؤوس. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو من اوله لاخره، وتعالوا لي تاني عشان هنتكلم كلام مهم، يعني ردا او اختصارا للهراء اللي انتوا هتشوفوه والتطاول اللي انتوا هتشوفوه على سيد عبد الحفيظ. وكمان انا رادد في الفيديو نفسه وفي المقاطع نفسها على هزاز الرؤوس علشان ما فيش اي نقطة تسقط مني بعد ما الفيديو هينتهي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو من اوله لاخره، وتعالوا لي تاني عشان نكمل مع بعض. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مرة تشوفني، اول مرة تخش قناتي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس قالوا ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. حد في الدنيا يقتنع ان السبعة اكبر من التسعة؟ يعني انتظر منه اي حاجة تانية واي كلام في اي كلام، وهي وهو ده اللي بنقول لحضراتكم عليه، ان احنا دايما وابدا بنبقى ردة فعل لكل هذه التصريحات. بس احنا بنذكر عشان خاطر اللي عندهم ذاكرة السمك والناس اللي بتنسى بسرعة. استاذ صبحي، والله كنا نرد على كلام سيد طبعا، والكلام القديم ده احنا بنجيبه من تحت نقعده جنبنا يقعد على مستوى القاعدة اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه. فمين سيد عبد الحفيظ عشان يحط نفسه متحدث باسم الزمالك والاهلي؟ يعني بيقول لك نادي الزمالك مثلا نادي الوطنيه ومش عارف ايه، اسمها الكرامه يا حاج سيد اللي انت ما تعرفش عنها كتير. يعني نادي الوطنيه والكرامه، انت بتقول نادي القرن لقب الاهلي فوق الجميع بيعمل لهم مشاكل، انت مش قادر تنطق اللقب بتاع نادي الزمالك نادي الوطنيه والكرامه، انت صعبان عليك تنطقها لانك لا تعلم عنها الكثير. نمره اتنين، المفروض لما تيجي تتكلم عن كابتن خالد الغندور، اولا مش هقول لك تقوم تقف، بس على الاقل تقول الكابتن خالد الغندور، لانه كابتنك راجل كابتن منتخب مصر عنده تقريبا قد اللي انت لعبته في الاهلي 20 مره، فاسمه الكابتن خالد الغندور. ادب الحوار يا كابتن سيد اللي بيدفعنا للرد عليك وعلى الشله الحلوه اللي انت بتقعد معاها، اللي انتوا الاستوديو اللي انتوا عاملينه ده ولا القعده اللي انتوا عاملينها دي. مساله يعني انا مستفز يا كريم، لانه انت فكرتني بكلام كان بيطلع من على لسان واحد في تصريح صحفي له، قال لك انا متربي وسط حمير. خلاص طب انا هنتظر منه ايه؟ صبحي عبد السلام ده راجل فله. بداية كده هنبتدي نعلق على الفيديو علشان هو طويل، وبعد كده نبقى نعلق فيه ككل بعد انتهاء اللايف بتاعنا او بعد انتهاء التسجيل في هذا الامر. بيقول لك لما تيجي تتكلم عن خالد الغندور تقف انتباه، لان ده كابتنك، ده كابتنك في المنتخب. انا عايز اقول للاستاذ صبحي ان تاريخ خالد الغندور مع منتخب مصر 3 مباريات منهم مباراتين كان احتياطي. يعني خالد الغندور ما كانش كابتن اي حد في المنتخب، لانه ببساطة في تاريخه راح 3 مرات المنتخب، وفي ال3 مرات ما لعبش مع المنتخب غير 10 دقايق او 5 دقايق. يعني تاريخه زيرو في المنتخب يا استاذ صبحي، يلي علاقتك بالكرة انها مدورة وملكش علاقة اصلا بالكرة ومبتفهمش في الكرة غير ان انت تطلع تطبل لاشخاص معينة وتهز راسك لاشخاص معينة، لكن تفهم في تاريخ الكرة او تحضر قبل ما تقول الكلام او تدخل الحلقة، لا ده طبعا مش في دماغك. انت داخل علشان تهاجم وداخل علشان تشتم فقط لغير، لكن تحضر وتعرف تاريخ خالد الغندور اصلا ايه، لعب كم مباراة ما تعرفش، تعرف سيد عبد الحفيظ لعب كم مباراة. انا عندي لو دخلت حضرتك على جوجل وكتبت مسيرة سيد عبد الحفيظ الدولية ومعنا دي، بص هتلاقي يعني في اكتر من 30 سطر. انا مش هقعد اضيع وقت حضراتكم واقول لكم تاريخ سيد عبد الحفيظ 30 سطر من البطولات. سيد عبد الحفيظ خالد الغندور لعب 3 مباريات مع منتخب مصر، يبقى مين كابتن مين يا استاذ صبحي؟ ولكن ده طبيعي، اي واحد زملكاوي ما بيفكرش ما بيبحثش
بياخد كلامك كده المرسل وبيحطه في دماغه من غير ما يمرره على مصدر التفكير عنده، فشيء طبيعي انه هيبقى النتاج ان هو هيصدق هذا الهراء اللي انت كمان بتتكلم وبتقول ان هو متربي مع حمير. عيب ان انت تقول الجملة دي، لان احيانا الحمير بتبقى احسن من البني ادمين، احيانا الحمير ما بتهزرش راسها وبتقول سمعنا واطعنا، الحمير اللي ما بتتكلمش ساعات بيبقى لها راي على رغم يعني على خلاف بني ادمين كل هدفهم في الحياه هو التضليل والضلال وان هم يقولوا كلام غير حقيقي. كمل يا استاذ صبحي. يعني لما تطلع تقول انا متربي في وسط الحمير، انت حتى لما جيت تفتخر اهنت نفسك، ومع ذلك انت اللي بتقول مش انا اللي بقول. والله انا هصدق ان انت متربي وسط حمير ومش هرد عليك كتير، لكن عايز اقول لك انه نادي القرن غصب عنك وعن كل اللي قاعدين الزمالك نادي القرن، انتوا عملتوا عمليه سطو اكبر سرقه في تاريخ الرياضه المصريه، وهي سرقه لقب احق بنادي الزمالك. اذا كان الكلام ده بيوجعك الزمالك نادي القرن، الزمالك نادي القرن. طبعا شايفين الضلال بعينه. طيب هو لو النادي الاهلي سرق البطوله زي ما انت بتقول، طب ما هو نفس السيستم اللي ماشي حاليا وبرضه النادي الاهلي متصدر بعدد النقاط. يا ابني يا حبيبي افهم، هو مش بالعافيه، مش بموضوع بطوله. واصلا لما تم صياغه نادي القرن كان لسه نادي الزمالك اصلا ما حصلش على بطولات اكتر من النادي الاهلي. ولكن طيب حاليا ليه ما بتعترضوش على اختيار بطل القرن بنفس النظام وبنفس السيستم وبنفس عدد النقط؟ ولكن اي تهييس واي ما حاجه تقولوها ضد النادي الاهلي، اي حاجه. الناس دلوقتي بتتفرج على كاس العالم وبطولات كاس العالم وبتتفرج على منتخبات عاتيه وهم بيتكلموا نادي القرن مين يا ابني؟ ده عدى 22 سنه من القرن الجديد واحنا متصدرين التصنيف، وانت بتتكلم في القرن اللي فات. شايفين الهراء وعايزين مصر تتقدم، ابقى قابلوني لما هو ده مصدر الاعلام ودي الواجهه الاعلاميه بتاعت مصر. يبقى هنتقدم في الكره، هنتقدم منتخب مصر هيتقدم سنتي، بيتكلموا في نادي القرن مين نادي القرن؟ ناس مخها ضرب ولسع حاجه في منتهى الغرابه. ولكن الامر برضو يعني متواصل والتجاوز متواصل. هنكمل ونسمع باقي الحلوين هزاز الرؤوس. رغم أن في الجميع والزمالك نادي القرن هو الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن الماضي، شاء من شاء وأبى من أبى، الزمالك هو نادي القرن، وهي دي اللي بتوجعك قوي. فالزمالك نادي القرن رغم أن في الجميع. استاذ عبد الشافي، بص، هو السيد عبد الحفيظ دايما بيخرج على النص، ودايما يعني بيخرج حتى على تقليد النادي الأهلي. تقليد النادي الأهلي دايما عنده الاحترام الآخر واحترام المنافس واحترام نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك. لكن سيد عبد الحفيظ في هذه الكلمات اللي قالها انا عاوز اقول له، رغم انفك سيد نادي الزمالك هو نادي الوطني والكرامه بتاريخه بسجله ببطولاته بمواقفه مع الوطن، لان هو نادي وطني، هو نادي الدوله، هو نادي الشعب، هو نادي كل الزمالك في مصر ونادي مصري. الحاجه الثانيه لقب القرن، هو لقب القرن انا شايف انه اتسرق بدليل شهادات ناس كثيره، شهادات سكرتير عام او احد المسؤولين في الاتحاد الافريقي كابتن شطه قال فصلت لائحه لنادي القرن عشان يتم منحها للنادي الاهلي مقابل ان ينتخب الكاميرون ياخد نادي القرن، على الرغم من نادي منتخب مصر. طبعا الناس دي مالهاش علاقه بالكلام ده خالص. الناس دي مخها هنا في حاجه غريبه. لو انت رحت كاس العالم 10 مرات ومنتخب تاني خد 3 امم افريقيا ورا بعض ولكن ما راحش كاس العالم ولا مره او مره، ومنتخب اخر بيروح كاس العالم بصفه مستمره وبيلعب وبيروح للسيمي فاينال او بيروح لدور الثمانيه او دور الاربعه الى اخره، هل هيعامل بنفس الشخص اللي خد افريقيا ولكن ما راحش كاس عالم ولا مره ولا ما راحش بطوله قاريه ولا مره؟ بتتقاس كده، بتتقاس بالنقط. انت رحت نهائي كام مره؟ انت خدت نهائي افريقيا مثلا 5 مرات، خدت دوري ابطال افريقيا الامم الافريقيه 5 مرات، ونادي تاني خده 3 مرات، لكن النادي ده راح كاس العالم 15 او 20 مره، وانت ما رحتش غير مرتين، مين الافضل؟ انت ولا هو؟ اللي راح كاس العالم بصفه مستمره ووصل ليه ولعب يعني مع انديه وفرق عاتيه، ولا الشخص اللي ما راحش خالص، ولا الشخص اللي هو بيطلع من دور الاربعه، او الشخص اللي بيروح مثلا كاس عالم كل 100 سنه مره؟ ملهاش علاقه. انت بيديك نقط، انا بحط معايير قبل الاختيار. النهارده كليه الطب بتاخد من 90%، السنه الجايه ممكن تاخد من 99، السنه اللي قبلها ممكن تاخد من 85.
الى اخره. لكن انت عايز تقول ان نادي القرن، روح يا عم قدم شكوى، انتوا بتحكوا في ايه؟ زي مرتضى منصور يطلع يمسك الورق ويوريه للجمهور، وروح اشتكي في المحكمه، وانت روح اشتكي في الفيفا، وروح اشتكي في الكاف. بتتكلموا مين؟ بتكلموا نفسكم. ولكن هو اي هري علشان يداروا الكوارث والمصايب اللي عندهم. اطلع قول اي حاجه دلوقتي، الترند هو كاس العالم، محدش فاضي يتفرج على اي حاجه تانية. نعمل ايه؟ نعمل ايه بس؟ نجيب سيره النادي الاهلي، نشتم في النادي الاهلي، نقول النادي الاهلي سرق نادي القرن، نقول سيد عبد الحفيظ وحش، نقول ان سيد متربي مع الحمير الى اخره. كمل يا فندم. هو الاكثر تتويجا، وبعدين يعني هل سيد عبد الحفيظ ما راحش المدرسه وخد حصه الحساب وحصه الرياضه، او سمع من حد انه في واحد عالم من علماء الرياضه اسمه فيثاغورس ان رقم السبعه اكتر من رقم اقل من رقم التسعه؟ ولا هي الارقام تتقلب حسب زي ما قال منتصر، اطلع ملف المبادئ اتكلم، اطلع ملف السياسه اتكلم، اطلع ملف ايه في ايه بالظبط؟ اكيد سيد عبد الحفيظ لم يحالفه التوفيق. وسيد عبد الحفيظ، طب لما انت نادي القرن يا استاذ عبد الشافي، مرتضى منصور نزل اليوفط ليه اللي موجوده على نادي الزمالك؟ وليه شال الاشعار بتاع الكاف لما الكاف انظره وقال له شيل الشعار؟ وهنا بريد اتصل بمرتضى منصور قال له الحق واجري وشيل الشعار بدل ما يرفعوا عليك قضيه ويبيعوك اللي وراك واللي قدامك. نزل ليه اليوفط مرتضى منصور دلوقتي وخاف ليه؟ ما تفهمنا يا استاذ. مش انتوا بتتباهوا ان انتوا نادي القرن؟ خلاص خلوا اليوفط وحطوا اليوفط ما دام انتوا بتتباهوا ان انتوا نادي القرن. مش بالكلام يا سيدي. النادي الاهلي له معايير، تم اختيار نادي القرن على هذا الاساس، نادي الزمالك بيختاروه على اساس معايير، نادي في بيبقى فيه لوائح وقوانين وبنود ومعايير لاختيار نادي القرن. بالعافيه انتوا نادي القرن؟ مش بالعافيه. هو انتوا مش لاقيين حاجه تحكوا فيها؟ ما تتكلموا في ايه؟ انتوا خلصتوا من ممدوح عباس، دخلتوا على نادي القرن تاني؟ انتوا مش قلتوا هنرفع قضيه وعملنا وسوينا؟ فين القضيه اللي انتوا قلتوا هنرفعها؟ شلتوا رفعنا وكنتوا كل يوم بتحكوا في هذا الامر. انتوا ما بتزهقوش من الاسطوانه المشروخه اللي ليل ونهار ونهار وليل تتكلموا فيها؟ ولكن ما دام جماهيركم حابه كده ماشي، احنا هنرد عليكم عشان الامر يخصنا، والامر ومدير الكوره بتاعنا بيتهان على قناه الزمالك دون رادع من الدوله ودون رادع من الاعلام ودون رادع من الهيئه العليا للاعلام. ولكن واضح كده ان في مسانده لهذا الامر، مفيش تعليق تاني غير ان الدوله مسانده الناس دي، عشان كده الناس دي بتطلع تبجح في اي حد، محدش بيقول لها انتوا فين. انا ما اعرفش يعني ايه الدور اللي بيقوم بيه. وبعدين انت بتكلم على واحد بيقول لك انا اتربيت مع وسط الحمير، يبقى هتصدقه ازاي؟ هتصدقه ازاي؟ طبعا ده سكريبت بتاع مرتضى منصور، سكريبت متوزع تقوله كذا 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 على سيد عبد الحفيظ. النهارده سيد عبد الحفيظ، بكره المنيسي، بعده القيعي، بعده كابتن خطيب، بعده اليوتيوبرز بتوع النادي الاهلي، بعده مش عارف مين، بعده ابراهيم سعيد، وكل يوم واخدين لهم واحد يقعدوا يشتموا فيه كده دون رادع. الدوله مديالهم قناه عشان يشتموا الناس. ده كلامه هو مش كلام انا، ومنشور في الصحف، منشور في الجرايد، يبقى انا ازاي اتعامل معاك؟ نعم استاذ منتصر. بص، هو الهدف اكيد من اذاعه الفيديو مش عشان نرد على كلام السيد عبد الحفيظ اللي هو قديم قاله وقتها لما كان بيتم استدعائه للمشهد في قناه النادي الاهلي عشان يهاجم نادي الزمالك، اكيد الهدف ان احنا عايزين نقول يعني مش قناه نادي الزمالك اللي هي بتهاجم النادي الاهلي، لا ده النادي الاهلي هو عن طريق مدير الكره سيد عبد الحفيظ اللي بيهاجم نادي الزمالك ومسؤوليه، وحتى بيتهكم في عبارات يعني مستغل مثلا كلمه التباعد. احنا عاملين التباعد اللي الناس بتنادي بيه، كلمه التباعد دي كانت بتقال على التباعد من كورونا وكانه فيروس، كانه بيصف نادي الزمالك او بيلمح نادي الزمالك فيروس وشابه فيروس كورونا، انه بيعامل التباعد ده احنا عاملينه من زمان كانه بيهرب من حاجه يعني مش كويسه. اكيد كان لازم يحاسب على هذه الكلمات لما يقول لك ابو اليافطات، ما انت هنا بتتهكم على نادي الزمالك بس. ما حدش للاسف كان بيحاسب سيد عبد الحفيظ، اقصى حاجه بياخدها لفت نظر واسمها كان ايه؟ تهويج. هم رفعوا قضيه على اليافطه. ورفع قضيه على اليافطه، لا هو مره في التحكيم مدوا له عقوبه لوحده. توبيخ. توبيخ. فهو يعني اخره يتوبخ، فللاسف ما حدش بيوبخه من مسؤولين النادي الاهلي واللي عيب. كلنا شفنا الكابتن محمود الخطيب لما القناه المحترمه قناه هو انت ومين بيوبخهم انتوا؟ طب ولا مرتضى منصور لما بيطلع يشتم في مصر كلها؟ مين بيوبخهم لما بتجيبوا البوس والاحضان على قناه نادي الزمالك؟ مين بيوبخهم لما بتقولوا فلان امه وابوه اللي جابوه؟
فين فين التوبيخ لما بتقول امك صاحبتي ومش مهم انت تحبني، المهم امك تحبني، وانا لو قعدت مع مراتك 5 دقايق تتطلق منك؟ فين التوبيخ من الدوله ليك والمرتضى منصور؟ مفيش توبيخ. ايه، ما حدش بيتكلم مع سيد عبد الحفيظ ولا بيوبخه لانه بيعترض على حكم، بيعترض على فار، بيجاملك ولا بيديلك بطولات وهميه وزائفه؟ فين التوبيخ؟ لكن اللي الزملكاوي يكلم الزملكاوي اللي هيك واللي فيه يجيبه فيه. نادي الزمالك او قناه النادي الاهلي او الشركه المتحده شالت الفيديو بتاعه اللي بيهاجم فيه مش مرتضى منصور، اعتبروا ان دي خيانه عظمى وانه ازاي يعملوا دي قناتنا ومش قناتنا، وطلب من كل الحسابات الرسميه للنادي الاهلي ترجع الفيديو. انا عايز اقول له برضه في الحته دي بس عشان الناس ما تبقاش مقموصه، والله في فيديوهات كتيره جدا ان احنا ليه. طب بيتكلم على الفيديوهات، الفيديو بتاع سيد عبد الحفيظ، انتوا عارفين الفيديو كان فيه ايه؟ بيقول في واحد بيتكلم بيقول ان انا متربي مع الحمير، مع اني والله العظيم انا لا عمري دخلت بيته ولا عمري تربيت معاه ولا شفته قبل كده. ادي اللي قاله سيد عبد الحفيظ. وجه اساءة لحد؟ وجه كلام لحد؟ ذكر حد بعينه؟ ما حصلش. ايه بقى اللي واجعكم من سيد عبد الحفيظ؟ ايه اللي واجعكم من الفيديو اللي تم نشره وإعادة نشره بعد ما مرتضى منصور قال للشركة الراعية الحقوا ده سيد عبد الحفيظ بيرد عليا؟ هو بيقول ده في شخص طالع بيقول عليا ان انا متربي مع الحمير، مع اني والله العظيم ما متربي معاه وانا صغير ولا دخلت بيته قبل كده. بس هل دي وجعتك؟ طب انت مش بتبص على الكلمه وما بتبصش على اصل الكلمه ايه؟ فالراجل رد عليك. فانت يا استاذ اسمك انت ميكي ماوس ولا اسمه ايه الاخ ده؟ ده منتصر الرفاعي، الاخ منتصر الرفاعي او ميكي ماوس قناه نادي الزمالك، بيتكلم وزعلان وبيقول ده قال لهم نزلوا الفيديوهات بتاعه سيد عبد الحفيظ. ما ايوه عشان ما فيهاش حاجه، هو في واحد بيقول عليا كذا وانا بقول ان انا مش متربي معاه ولا شفته وهو صغير. كمل يا استاذ منتصر. هنا في قناه الزمالك برضه ما بتنزلش، يعني ما بيتكلم يعني باريحيه شديده جدا وما بنغلطش في الاقرين الاستاذ صبحي. انما النهارده لما يجي هو حتى في الخطاب بتاعه لو تلاحظ يا استاذ صبحي بيكرر كلمه نهج كتير جدا، وكانه بيتكلم عن بعض الجماعات او مصطلح اخواني على مصطلح. والله مصطلح اخواني، شايف كلمه نهج ومصطلح اخواني؟ نهج ايه لمصطلح اخواني؟ اي كلام في اي حماده، اي كلام واي تلبيس تهم. الناس دي والله العظيم هتتشعلق من عينيها يوم القيامه، الناس دي الاربعه دول اللي قاعدين. ما اعرفش النهج دائما بيتكلم عن المنهج وبيستدعي هذه الكلمه في اشاره. كابتن سيد عبد الحفيظ ما شفتلوش مره بيان مثلا طلع بيدعم قواتنا المسلحه ولا بيدعم جيش بلدنا ولا بيندد باغتيال شهدائنا من رجال الجيش والشرطه، عمري ما شفت بيان. وعمره ما تعاقب ولا هو مطالب ان هو يطلع بيان يتكلم فيه على الشرطه والجيش والدوله هل هو مطالب كده؟ طب هل هو دعم قبل كده؟ كان في مره ماشي مع اشخاص عند رابعه وفي ناس اتصوروا معاه ورفعوا شعار رابعه وعلامه اكس على الرئيس السيسي، وده غلط، ده غلط من سيد عبد الحفيظ، احنا بنعترف بالكلام ده انه ده غلط ما ينفعش، واي حد له حاجه غلط احنا هنطلع نقول انها غلط. ولكن اللي هو قال يا اخواننا اطلعوا تظاهروا، يا اخواننا اعملوا، يا اخواننا سووا، ولا الكلام ده كله، حتى لو كان متعاطف مع الاخوان ولكن هو معلش يعني ما حرضش. طب ما في ناس بتاكل وتشرب وعايشه معانا وهم متعاطفين مع الاخوان وبيقولوا على الاخوان احلى كلام، ولكن ما لهمش اي يعني ايديهم مش ملطخه بالدماء ولا ايديهم ملطخه باي حاجه ممكن تسيء ليكم او تدينهم. كمل يا استاذ انت. هو بيسيء لنادي الزمالك على قناه الاهلي، عمره ما تعاقب، دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده يعني انا عمري ما شفت له بيان، بس هو دايما يستدعي بس كلمه هو انتوا بتشككوا في وطنيتنا. طب ما برضه للاسف بعض الجماعات المحظوره بترى انها وطنيه، هو من وجهه نظره هو راجل بيحب مصر، حتى ابو تريكه بيقول لك كده احنا بنحب مصر وبلدنا. طب يا عمي ندد بالارهاب اللي بيغتال شباب، انت علامات رابعه اللي انت عارفها، انت علامات رابعه، اطلع اتكلم وقول انا بدعم قواتنا المسلحه في حربها ضد الارهاب والجيش والكلام ده كله، اطلع بيان صريح جدا. انا ضد الحملات اللي حصلت او الحملات التخريبيه او ضد الابواق الاعلاميه المخربه من العملاء اللي بينالوا من الوطن وسمعه مؤسساتنا الوطنيه. عمرك ما بتطلع تقول كده يا كابتن، فانا لا الوم عليه. انما فيما يتعلق معلش بقصه نادي القرن،
انت اسم يعني حتى لو مجازا الشهاده خدتها زي ما قالوا الزملاء خدتها ازاي، انت اساسا من وجهه نظري انت النهارده بتلعب، او مش عايز اقول ساري يعني كلمه ساري كده، انت في النهايه خدت فريق القرن كره القدم، لانه نادي الزمالك مثلا فريق مثلا في الهاند بول نادي الزمالك قرفه، النادي الاهلي ليس فريق كره قدم فقط، ده مؤسسه رياضيه بتضم فريق سله، فانت مش واخد مدى القرن الافريقي، فانت واخد علامه تجاريه على انك انت نادي، وانت في النهايه حتى الجائزه اللي كلنا عارفين نادي الزمالك يستحقها، وانه التسعه اكبر من السبعه في القرن العشرين، انه نادي الزمالك الاكثر تتويجا بالبطولات. عارفين الهبله لما يمسكوها طبله، لما يجيبوا واحده هبله كده وتقول لها خد يا بنت الطبله دي، تفضل تطبل وتطبل وتطبل 3 4 سنين، ودول عاملين زي الهبله اللي مسك اللي مسكوها طبله، مش مبطلين هيافه وكلام في الهيافه، يا عم اتكلم في المفيد، اتكلم في حاجه تاكل عيش، لكن ما دام في سكريبت بتتوزع النهارده تتكلموا ان نادي الزمالك نادي القرن، خد جماهيرك في اي حته تانيه غير المصايب والكوارث اللي عندك، غير السله والفريق اللي بتاعك اللي وقع على بوزه، غير اليد اللي وقع على بوزه، غير الطايره اللي وقع على بوزه، لا اتكلم في اي حاجه تانية والهي الناس، الهي جماهيرك، لكن تتكلم في حاجه مفيده، حاجه تاكل عيش، لا، اتكلم على سيد عبد الحفيظ، اتكلم على التسعه اكبر من ولاد السبعه، والكلام الفاضي اللي ما ياكلش عيش ولا يسمن من جوع، اتفضل يا باشا كمل. وجاي النهارده بتقول مثلا اصل دوري ابطال افريقيا، لا عمر النقط ما كانت في الدوري زي في اوروبا، ما اتعملتش كده، نقاط دوري ابطال اوروبا مش زي كاس الاتحاد الاوروبي. طب انا عايزك تروح تشوف اختيار نادي القرن لريال مدريد اتاخد ازاي، بس انا عايزك تروح تشوف طريقه اختيار ريال مدريد كانت عامله ازاي، وشوف دي افضل ولا النقط افضل، بس ومش هقول لك اختاروها، انت ابحث وشوف بنفسك. وهكذا فيما يتعلق بجزئيه ان هو قال تاني عليه في الفيديو، فكرني معلش، ما هو كمان اتكلم على نادي الوطنيه والكرامه، ونادي القرن نادي الوطنيه والكرامه، لا نادي الزمالك نادي الوطنيه والكرامه، نعم مش عايز الكلام، نعم الكلام اللغوي، نعم ده الكلام، نادي الوطنيه والكرامه اللي المستشار مرتضى منصور طلع بيان واضح وصريح ضد الاعمال التخريبيه في 11/11 وقال كذا، نفس الكلام في الصور، مفيش واحد اخواني من نادي الزمالك ان وجد حتى قبل كده ان وجد، يعني اذا كان حد عنده، مفيش حد تقدر تطلع تقول ما شفناش حد مثلا عبد الناصر زيدان ومختلف عن الاستاذ مرتضى منصور، كلنا عارفين انه لا، في ده في عضو عامل عندك في الجمعيه العموميه بتاعتك اسمه منتصر الزيات، منتصر الزيات ده المحامي بتاع الاخوان المسلمين والمدافع عنهم رقم واحد، ده عضو عامل وحبيب مرتضى منصور، ويعني هم مع بعض يعني صنفة صنف زي ما بيقولوا، فده شخص يعني من القيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وقاعد لغاية دلوقتي وحاطط رجل على رجل يا أستاذ منتصر الرفاعي، تاني منتصر الزيات وانت منتصر الرفاعي، في ابحث وشوف عشان تعرف ان حضرتك ما عندكش معلومات كافية او يمكن عارف وبتستهبل. وجه الاختلاف كان ازاي قبل ما يعني يبدا صفحه جديده والكلام ده كله، احنا دايما يعني لازم تبدا صفحه جديده. طلع ما فيش حد طلع قال في نادي الزمالك في فلان وفلان 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 وعلان، دايما بيتم بتر اي عنصر، انت بترت مين؟ انت يعني انت يا سيد عبد الحفيظ بترت مين؟ انت اول واحد لازم يتم بتره من هذه المنظومه الرياضيه. عبد الظاهر لما عمل شعار رابعه بعد الهدف اللي جابه مع النادي الاهلي، فاكر حصل له ايه؟ النادي الاهلي قال له مع السلامه. النادي الاهلي مشاه، يبقى النادي الاهلي اخوان، يبقى النادي الاهلي متستر على الاخوان، اهو لاعب وكان لاعب يعني له بصمه مع النادي الاهلي، اول ما عمل شعار رابعه بعد ما جاب احد اهدافه النادي الاهلي قال له مع السلامه، بس الناس دي عندها ذاكره السمك، الناس دي بتضلل للمشاهدين، الناس دي ما بتستهبل، مش لاقيه اللي يرد عليها، بس احنا قاعدين بنرد عليكم. كمل يا باشمهندس. إذا ما أردنا أن نبعد عن إثارة الفتن وإثارة الجماهير، عشان تعالى نروح نشوف كريم، معلش عشان نقفل الملف ده، قلبك تعرف إن السيد عبد الحفيظ بياخد راتبين، راتب مدير كورة وراتب تبجح على الزمالك، فما تعدوش. نعم نروح نشوف. طيب وأنتوا بتاخدوا كام راتب يا أستاذ صبحي؟ بتاخدوا كام راتب على الهز الراس وقراية السكريبت والتبجح على النادي الأهلي؟ بتاخدوا كام؟ ما تقول لنا بتاخد كام في الشهر؟ 50,000 ولا 40,000 ولا 60,000؟ قول لنا يا باشمهندس عشان واضح ان الشغلانه يعني حلوه ومربحه. الكره في النادي الاهلي هو لما كان بيتكلم عن قيمه وقامه زي المستشار مرتضى منصور، نرجع نكمل مع حضرتك.
هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، عشان بس ازدواجيه المعايير، وان ساعه كده لما المتصل بيتكلم يقول لك ساعه عايزين كذا نطلع من الدرج الفلاني، نطلع مبادئ من هنا، نطلع قيم من هنا، نطلع نادي القرن من هنا، نطلع امور كلها يعني بتتضح قدام حضراتكم، والتاريخ ما بيتنسيش وما بيتزورش. يعني كل الكلام اللي اتقال، وفي عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا واليوتيوب والكلام كله، طبعا هم جابوا كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيدافع عن مرتضى منصور لما طلع في برنامج تونسي وقعدوا يتريقوا عليه. فاكرين لما قعدوا يتريقوا على مرتضى منصور لما في واحد تونسي في برنامج كوميدي جابوا علشان يتريق عليه واتصلوا بيه، فراح مدخل دخلوا النادي الاهلي في النص وقالوا له احنا ناكله الاكله اللي بتتاكل يعني الستات بتاكلها، وجبل الشواذ وجبل مش عارف ايه والحاجات دي، ودخلوا لاعيب النادي الاهلي عشان يتريقوا على مرتضى منصور. ولكن سيد عبد الحفيظ وقتها دافع باستماته على قناه النادي الاهلي عن مرتضى منصور، وكلنا دافعنا عن مرتضى منصور وشتمنا هذا التونسي لانه قلل من واحد مش فاهم اللغه التونسيه ومش فاهم. حتى وقتها كل حتى يعني لطيفه التونسيه اعتذرت لمرتضى منصور، قالت له معلش حقك عليا، ده بلياتشو كوميديان ومش عارف ايه وبتاع، لانه هو اصلا جايبه عشان يتريق على مرتضى منصور. فكررت فعل كل الاهلاويه انها تدافع عن مرتضى منصور، لان مرتضى كان داخل بحسن نيه وبيقول النادي الاهلي يكرموه هناك وبتاع، وده كان شيء طيب وكويس من مرتضى منصور وقتها. انا فاكر يعني المكالمه دي، وفاكر ان انا دخلت وشتمت الاخ اللي هو التونسي ده هو على صفحته على الفيسبوك، ودافعنا عن مرتضى منصور، وقول احنا ما قلنا احنا مع بعض نختلف نتفق، نفس الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ. لكن الناس دي جايبه الكلام بتلويه وبتحوره وبتفلتره على هواها وعلى مزاجها دلوقتي. كمل يا استاذ كريم، كمل. حاجه موجوده في صوت وصوره يا استاذ صبحي، بسيطه جدا الرد على هذا الكلام يا كريم. انت فاكر لما المستشار مرتضى منصور اتدخل، كان الاهلي بيلعب مع الترجي، وكان الترجي وجماهيره بيتنمروا بالنادي الاهلي وكانوا بيسيئوا للنادي الاهلي، وقالوا ان احنا منتظرين الاهلي عشان ناخده في الجبل ونعمل مش عارف ايه وناكله ايه ليله الدخله. انت فاكر الكلام ده يا كريم؟ فالمستشار مرتضى لما دخل عشان يدافع النادي الاهلي. حاولوا تقولنا الفيديو ده والله طبعا الكلام ده هو اصلا غير صحيح، هو مش دخل يدافع عن النادي الاهلي، هم اتصلوا بيه عشان يتريقوا عليه، لان مرتضى منصور اصلا مش فاهم هم قصدهم ايه ولا بيقولوا ايه. ولكن اي تحوير. ووقتها خالد الغندور كان بيطلع ساعتين ايجار وجاب الواد رضا عبد العال وقال انا لو مكون من المدرب بتاع الترجي لانزل اضرب الحكم بالرصيه، الحكم لما ازاره قطع التيشيرت، بس وقتها كان ازاره واخد تعليمات من كارتيرون المدير الفني بتاع نادي الزمالك السابق وبتاع النادي الاهلي الاسبق، لما قال له قطع التيشيرت وده غلطه من المدرب وغلطه من اللاعب قليل الخبره، لان كده ضربه الجزاء واضحه وصريحه، كان في ضرب خارج المنطقه، كان في ضرب خارج المنطقه من ازاره ومن مدافع الترجي، واللعب استمر لدخل المنطقه وكان في شد وجذب في داخل المنطقه واتحسبت ضربه الجزاء. ولكن خالد الغندور وقتها ولع الدنيا وشعل الدنيا، وراح بعت خطاب مزور للصحافه التونسيه والاعلام التونسي، حتى الاعلام التونسي طلع وقال احنا بنشكر اعلام نادي الزمالك وبنشكر خالد الغندور ان هو امدنا بحاجه مضروبه علشان يثبت ان في رشوه من فودافون. قال للحكم طب هو في رشوه بتبقى مكتوبه؟ في رشوه بتبقى مبصوم فيها ولا متقال عليها؟ ولكن اي كلام، وهيج الدنيا وخلى هشام محمد يتضرب بزلطه في دماغه قبل الماتش وتعور واتعمل له 5 غرز في وشه. فاكرين يا جماعه مين اللي عمل الموضوع ده؟ ما هم الزمالك، ما هو اعلام الزمالك، خالد الغندور واحمد جمالات ورضا عبد العال اللي طالع بيتكلم دلوقتي يقول لك مرتضى منصور دخل عشان يدافع. مرتضى منصور كانوا جايبينه عشان يتريقوا عليه يا استاذ منك له، حتى في الاخر قال له احنا عايزين كمان ناكلك انت كمان الاكله بتاعت ليله الدخله. لكن مرتضى ما فهمش الكلام التونسي واللهجه التونسيه. ولكن اي كلام بيتقال واي هبل بيتقال فاكرين ان احنا عندنا ذاكره السمك، ما يفتكروش ان احنا عندنا هنا في دماغنا يعني هارد كبير وفي تفكير وفي حاجات متخزنه عندنا في دماغنا ما بننساش الحاجه او الحاجه تعدي علينا كده وخلاص. كمل يا استاذ كريم. طبعا فعلا بيفكرنا مهمه. أيوة. يعني نقطه مهمه جدا يعني حاول تجيب لي الفيديو ده بتاع المداخله المستشار مرتضى وهو ما يعرفش البرنامج وكان بيدافع على لعيبه النادي الاهلي في احدى القنوات التونسيه وكان الاهلي رايح يلعب في تونس مع بيدافع ده كان بيدافع وبيوصيهم على الاهلي وعلى جماهير الاهلي بعد ذوق الفيديو وعلى لعيبه الاهلي وعلى جهازه الفني. يعني اذا كان في هناك
موقف وطني فهو الموقف اللي عمله مرتضى منصور. نعم. مش الكلام المرسل اللي بيقوله سعد عبد الحفيظ اللي كان بيتحايل على مرتضى منصور بالساعه والاثنين قبل البرامج التافهه اللي كان بيقدمها عشان يعمل معاه مداخلات والراجل كان بيرفض. يعني الفكره انك انت بتقول كلام وبتعمل رد فعلك مختلفه تماما. انت طول الوقت عايز كنت مش عايز اقول اسماء القنوات اللي كان بيشتغل فيه ولما كان بيدخل معاك كان بيشخط فيك الشخطه بتقعد زي الالف وانت صاحب البرنامج وانت المقدم ما كانش بيعلق يعني كان عاجبه كلامه مش مطمن طبعا بيشخط فيه بيقعد زي الالف زي ما بيشخط فيكم كده يا استاذ صبحي زي ما بتقعدوا قدام مرتضى زي الارانب يا راجل. ده امبارح مرتضى منصور غلط في قصه سيدنا يوسف قال الست قطعته من قدام ولو قطعته من قدام يبقى بريء لو قطعته من لو القميص اتقطع من ورا يبقى مظلوم يبقى قصدي ظالم يبقى هو اللي قطع لنفسه. وانت قعدت تبص لمنتصر الرفاعي وقعدت تبص للجويلي والواد زفت الطين ده هو كريم ابو حسين والتاني ده هو ابو لمعه الجرجير ومستغرب ان مرتضى بيحكي القصه غلط ان بيقول القميص اتقطع من قدام مع انه يبقى كده بريء والقميص اتقطع من ورا ويقول لك انا راجل محامي وراجل قاضي وراجل فاهم في امور الدين والدنيا والكلام ده كله والقانون وكده وبيقول كلام غير الواقع خالص. انت لو قلت العيل في اولى ابتدائي تعالى قول لي حكايه سيدنا يوسف هيقولها لك قصه سيدنا هيقولها لك امبارح قالها غلط وانتم ما قدرتوش تتكلموا ولا حد فيكم قدر يقاطعه. مين بقى اللي بيشخط فيهم وبيقعدوا زي الارانب يا استاذ صبحي؟ تعمل يا استاذ صبحي ولا بيعلق عليك ولا بانما النهارده قاعد تقول كلام مرسل كلام ملوش لازمه. مرتضى منصور لما تدخل كان بيتدخل عشان يحمي الاهلي ويحمي لعيبته ويحمي الجهاز الفني من اعتداءات بعض الجماهير التونسيه او اللي كانت متحرشه بالاهلي على السوشيال ميديا اللي قالت هنعمل وهنعمل وهنعمل. فانا اعتقد ان ده يتحسب للاستاذ على فكره هذا الموقف يحسب المستشار مرتضى منصور اللي هو كمان عاوز اقول حاجه كريم في التوقيت ده المستشار مرتضى منصور اعلن دعمه النادي الاهلي في مباراته قدام الترجي في تونس وعمل مداخله وتمنى الفوز للنادي الاهلي وقال لهم كمان مباراه الاهلي مع الترجي هتذاع على شاشات نادي الزمالك لجماهير نادي الزمالك لاول مره وده حصل بالفعل. يعني انت سيد ده موقف وطني. عارف هو عمل كده ليه يا استاذ عبد الشافي؟ عشان ليه جماهير النادي الاهلي وليه مدير الكره في النادي الاهلي او وقتها كان في الاعلام وكان في قناه نادي الاهلي بيدافع عن مرتضى منصور. ليه كل الاهلاويه جيش من الاهلاويه واكبر صفحات الاهلي على الفيسبوك كانت بتدافع عن مرتضى منصور لما الواد الاعلامي استضافه عشان يتريق عليه وحط سيره النادي الاهلي في النص عشان يلاقي موضوع يتكلم فيه. ما هو متصل بمرتضى منصور راح مرتضى منصور قال لهم اكرموهم اعملوا ايه ده الحكم بس لعيب النادي الاهلي ما لهمش علاقه على الرغم ان خالد الغندور اللي بيقبض من مرتضى منصور كان مهيج الدنيا هو ورضا عبد العال قبلها بعد المباراه من انتهت وكان النادي الاهلي راح لتونس فهو ما عملش كده حبا في النادي الاهلي ولكن كان رد فعل على اللي حصل من جمهور النادي الاهلي وان جمهور النادي الاهلي وقفت جنب مرتضى منصور ضد هذا الاعلام التونسي. عرفت ليه يا استاذ عبد الشافي؟ بس زي ما قلت لكم ذاكره السمك مترسخه في هؤلاء عندهم استطاعه ان هم يلبسوا الباطل بالحق والحق بالباطل ويودوا لك ويدوك فرصه ويدوك صوره غير الصوره الحقيقيه خالص للمشهد. مرتضى منصور الصحفي او الاعلامي التونسي ده كان مستضيفه علشان يتريق عليه ويهزقه ولقي موضوع النادي الاهلي كموضوع وراح حطه فيه حتى في اخر المكالمه قال له انا هاكلك نفس الاكله اللي هناكلها للنادي الاهلي. حتى الاعلام التونسي اصدر بيان اعتذار لمرتضى منصور مش للنادي الاهلي عشان هو متصل بمرتضى منصور عشان يهزقه ويتريق عليه يا استاذ عبد الشافي. ولما حط شاشات عملاقة وقال تشجعوا للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي كان ليه موقف وكان ليه يعني وقفة ضد هذا الاعلامي مع ابن بلدنا اللي هو المفروض يعني يرتقي ويحب بلده ويحب ابناء بلده مش يطلع يشتمهم ويشكك فيهم ويقول ده قابض وده لجان وده مش عارف ايه. كمل يا استاذ عبد الشافي. داعم للنادي الاهلي اللي بيمثل مصر في تونس فمش محتاجه كلام من جانب سيدنا تماما زي موقف شيكابالا لما راح اتبرع لضحايا اول لاعب كان موجود في قناه اكتر لاعب تم اعزائه ليه في تاريخ مصر اول شيكابالا اول لاعب كان موجود في قناه الاهلي واول لاعب تبرع لاسر الشهداء ربنا يرحمهم جميعا. اتفضل. شيكابالا لم يتبرع بجنيه واحد من حسابه لا لضحايا النادي الاهلي
مش مصدقني؟ تعال اديكم دليل على كلامي. ده والد احد ضحايا شهداء النادي الاهلي. تعالوا نسمع كده قال ايه بخصوص تبرع شيكابالا الوهمي اللي بيحكوا فيه الكذابين دول. على الاقل يعني عوض شويه. انتوا ماديا مثلا اجمالي المبلغ اللي دخل، انا عارف الحاجه ما تفرقش معاك المبلغ، ما تفرقش. لا بقول لك والله ركنه، والله انا استخدمته، حتى اطلعهم لله يعني، اطلعهم لله. لكن في ناس تفرق، بعمل مشروع دار ايتام لابني، ده حاجه محترمه جدا. بس في ناس تفرق، بس في ناس تفرق معاك. نعم يعني في ناس غلابه خدتها فرق تفرق معاك مثلا. بس هو الفلوس جت ازاي لو تعرف الحقيقه؟ يعني النادي الاهلي فتح صندوق بمليون جنيه، الملايين اللي جت دي جت من الفيفا، جت من بره. مفيش لعيبه اتبرع زي ما قالوا فلان دفع مش عارف مليون والكلام ده. بس شيكابالا اتبرع. مين؟ شيكابالا اتبرع. لا مفيش حد. الصندوق انا عارفه كويس، انا كنت بمثل، احنا اربعه بنمثل اهالي الشهداء، كنت انا وثلاثه تاني معانا بنمثل في اداره النادي الاهلي اهالي الشهداء، وفي اي تجمعات او اي مسيرات او اي مقابلات كنا احنا اربعه بنقابل. اخدت بال سعادتك؟ طب المبلغ معاه يعني ممكن المبلغ الاولاني 100,000 جنيه جاي ازاي ده؟ ده جاي من الفيفا. اوكي. المبلغ الثاني المبلغ الثاني اللي هو 40,000 جنيه ده جه في مباراه قطر. مباراه قطر طلعوا الشهداء 40,000 جنيه. المبلغ الثالث اللي هو ال 100,000 جنيه دي جايه من شهداء ثوره. قرار شهداء ثوره. لان ولادنا صوار. ولاد الاطرس دول كانوا بتوع الميدان بس اتموتوا في حته، ماتوا في حته ثانيه. فتحسبوا كصور ف 100,000 جنيه طلعت لهم. يعني اعضاء المجلس مثلا ما تبرعوش؟ ما فيش حد اتبرع منه. ولا حد اتبرع ولا في بالهم الموضوع ده، والموضوع ده خالص دلوقتي. يعني ما فيش حد، ما فيش ولا بني ادم اتبرع. هتكلم فيفا وشهداء ثوره. انا بتابع، بقول لك بمثل اهالي الشهداء في الاداره. انا فاهم، انا مصدقه والله. انا بس عايز اكد على الموضوع في اي مكان. ما فيش. سمعتوا يا باشا؟ سمعت يا باشا انت وهو؟ يعني ابو تريكه عفوا شيكابالا ما تبرعش ولا نكله ليه الشهداء زي ما بيقول كريم ابو حسين وزي ما بيقولوا هزاز الرؤوس، ولكن قول اي كلام بيتقال في السكه. الراجل ده والد احد الضحايا واحد الشهداء وكان ماسك الصندوق بنفسه، قال لك ان شيكابالا ما تبرعش ولا مليم، وكل الكلام اللي بيتقال هري وهبد. ولكن قول قول، هو في حد بيراجع وراك؟ ما حدش هيراجع وراك. كمل يا باشا. برضو انا مش عايز ابعد على الفكره نفسها، احنا بنعرض الفيديوهات دي عشان نقول يا جماعه نقلات الزمالك مش هي البديل الاول. دايما احنا رد فعل دايما كنا بنشوف الكلام ده وبنتعاطى معاه بنرد عليه بعد كده. فالنهارده لما كان سيد عبد الحفيظ مش بيعمل في النادي الاهلي مدير كره، مش بتكلم على الفيديو ده، لما كان مش مرتضى منصور بيدخل معاه في مداخلات في احد البرامج اللي كان بيقدمها بعيد عن قناه النادي الاهلي، اعتقد في فتره المهندس محمود طاهر، لما كان بيقول اي حاجه كان سيد عبد الحفيظ بتعظيم سلام والكلام على هواه. انما دلوقتي عشان بيتم استدعائه للمشهد، يعني الفيديوهات دي لما كان بيتم استدعائه للمشهد كان بيطلع يعني يلقح على نادي الزمالك ويتهكم ويعني ويتكلم بطريقه غير عايز اصفها بلفظ مؤدب يعني. لما مش تلاقي لما مؤدب هتتعب. نعم احاول اتعب. خلينا احنا يعني زي ما احنا دائما يعني نتكلم بصفه اعلاميه محترمه كعادنا دائما في قناه نادي الزمالك. فدايما احنا رد فعل كريم، يعني دائما احنا ما بنبداش الاول، احنا دايما لو انت جبت الفيديوهات او الناس المسؤولين استاذ صبحي جاب الفيديوهات كان دايما كابتن سيد عبد الحفيظ اهو بقول كابتنه، كان لما بيطلع بعد ما بيعمل اي انتصار يبقى مثلا مغلوب من اي حد يروح يكسب بيراميدز يروح طالع يقول لك ونادي الزمالك والحكم الفلاني جابوا له مش عارف ايه وياخد ده سيد عبد الحفيظ. لكن مرتضى منصور لما بيتغلب من اي فريق او بيفوز على اي فريق ما بيجيبش سيره النادي الاهلي، ما بيحطش الكابتن خطيب في جمله غير مفيده، ما بيحطش النادي الاهلي في جمله غير مفيده، ما بيحطش اليوتيوبرز بتوع النادي الاهلي او اللي بيدافعوا عن النادي الاهلي في جمله مفيده. انتوا حاطين عبد الحفيظ فوق دماغكم وزعقين على الرغم ان النشاط واقف، مفيش كوره، مفيش حاجه، ولكن انتوا عايزين مشاهدات وعايزين نسب مشاهدات مش عارفين تجيبوها منين. فتقولوا سيد عبد الحفيظ لا الست 8 اكتر من 7 وال9 اكتر من 8 واي هري في الحماده، واحنا ورينا لكم الفيديو ده، والفيديو ده ليه جزء تاني هنبقى نعلق عليه بكره باذن الله. ما تروحوش في اي مكان، لسه اللايف بتاعنا مكمل. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا قمة في يعني سخرية القدر ان الناس دي تبقى متصدرة المشهد الاعلامي. كاس العالم شغال وفي يعني
منتخبات قوية، منتخبات عربية، منتخبات على أعلى مستوى، بدل ما تجيب فقرة الناس تستفيد منها تحلل المنتخب ده بيلعب ازاي، المنتخب ده ايه فرصه، المنتخب ده ايه حظوظه، المنتخب السعودي مثلا لو كسب المكسيك، لو اتعادل مع المكسيك، لو خسر من المكسيك ايه موقفه، النادي الفلاني، تونس ودعت البطولة، قطر ليه ودعت البطولة، احنا ليه مش موجودين. لا، تجيب فيديوهات من 10 سنين لسيد عبد الحفيظ وتعلق عليها وتقول ان سيد عبد الحفيظ قال على مرتضى كذا، وسيد عبد الحفيظ عمل كذا، ونادي القرن ومش عارف ايه، وقمة في الاسفاف، وقمة في التضليل، وقمة في التدليس وتلبيس الحقائق بشكل يعني غريب وعجيب، وشكل يعني انا معرفش ازاي دي قناة والناس دي بتقبض فلوس على الكلام اللي بيقولوا ده. يعني ايه الاستفادة للمشاهد؟ ايه الحاجة اللي استفادها المشاهد ان هو ضيع وقته مع هؤلاء على قناة نادي الزمالك؟ لا شيء. احنا ردينا عليهم في الفيديو وبنرد عليهم بعد الفيديو ما بينتهي، ولكن بيجيب لك شخص ما، ويجيب لك حدوتة ما، ويبتدي يبني عليها اطلال من الكذب واطنان من الكذب وحاجة عكس الحقيقة تماما، ولكن هو ده الاعلام اللي بيرتضي بيه بعض من مشاهدي نادي الزمالك. هنيئا لكم بهذا الاعلام اللي بيطبل ويرقص لرئيس النادي، وفي نفس الوقت يقل ادبه ويشتم في الانديه المنافسه. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفنا، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.